السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. وياكم دكتور عبد القادر ماجد، حنكمل شرح محاضرة الفورآم. اليوم الجزء الثالث مال الفورآم اللي هو يحكي لك على اللاترال كومبارتمنت اند بونز اوف ذا هاند. بالبداية قال لك اللاترال كومبارتمنت كونتنتس اوف ذا لاترال فيشل كومبارتمنت اوف ذا هاند احنا اوف ذا فورآم. احنا مثل ما نعرف ان الفورآم تنقسم الى انتيريور وبوستيريور كومبارتمنت حسب المحاضرة اللي اخذناها، المحاضرة السابقة. بس بعض المصادر تقول تراكو فشي اسمه lateral fascial compartment، وهاي lateral fascial compartment يا شباب يعتبروها جزء من ال posterior compartment، تمام؟ حتى يعني هي مجرد بها عضلتين، ويعتبروها lateral compartment لأن صار على lateral side وشوية همنا تروح لنا على ال posterior side. فيقول لك the lateral fascial compartment may be regarded as a part of the posterior fascial compartment، انهم ما يعتبروها جزء من ال posterior compartment. المسلس اللي بيها فبس البريكارديارس والاكسنسر كاربيرديارس لونجس. البلس سبلاي مالته فهو مينلي من الريديال ارتري وان بريكار ارتريز، ماشي. نيرف سبلاي اوف ذا مسلس يكون الريديال نيرف يا شباب، الريديال نيرف الاصلي قبل لا ينفرق، قبل لا يصير ديفيجن مالته الى سوبرفيشال وديب. فالريديال نيرف الاصلي، تمام، مثل ما هشوف لي قدام. طبعا فعندنا اول شغله البريكيورديالوس يا شباب، من اسمها العضله مبينه مبين اورجن ومبين انسيرشن مالتها. البريكيور يعني الارم، فهي تطلع لك من الارم، رادياليس يعني تروح من على الرادياس. فالارجن يقول لك بروكسيمال بارت اوف ذا لاترال، بروكسيمال بارت اوف ذا لاترال سوبراكوندالر ريدج اوف ذا هيومرس ان ادجيسنت انتراموسكولار سبتم. شوف يا شباب هذا الهيومرس وهذا اللاترال بارت اوف ذا سوبر كوندايل ريدج. هاي الكوندايلز، هذا الميديال وهاي الميديال كوندايل وهاي اللاترال كوندايل، فهاي تكون سوبر كوندايل. فهو البريكر داز قاعد تطلع لنا من هنا، زين. هم تاخذ لنا شويه من انتر ماسكولار سبتم اللي هي السبتم الموجوده بين الانتيريور والبوستيريور كومبارتمنت مال الارم، لو تتذكروها. الانسيرشن مالته يكون على اللاترال سيرفيس اوف ذا ديستال اند اوف ريديوس. شوف شلون هاي الالنا وهذا الرادياس، الرادياس يكون كبير من جوا بجهة الثامب. فالديستال اند مال الرادياس على اللاترال سايد مالته تجينا البريكيورديارس. فالشباب يعني هو تعرفون انه هو من راح يصير الاكشن مالته، فالارد الانسيرشن حيروح باتجاه الاورجن، فراح يصير شوية فلكشن وين بالالبو جوينت. وهم هنا هاي العضلة تسوي لك الارم بالميد بوزيشن، ميد بورن. شنو يعني ميد بورن؟ يعني لا هي برونيشن ولا هي سوبينيشن، يعني لا هي نايمة على بطنها ولا نايمة على ظهرها، يعني هيجي عادلة نايمة على الألنة، زين. النيرف سبلاي الراديال نيرف الترنك الأصلي قبل لا before the division into superficial and deep branches، يعني هاي العضلة اللي يجيها innervation من الراديال نيرف الأصلي. الأكشن مالته accessory flexor of the elbow joint when shocked when the forearm in mid pronate when the forearm is mid pronated. شنو مد pronated؟ يعني بين pronation وبين supination، نايمة على الأرنة هي شو واقفة، تمام. فهي accessory flexor وين مال من مال elbow joint شو وقت من يكون forearm بال mid prone position، mid pronated، زين. هسه هاي العضلة قلنا تطلع لنا من subacondylar ridge تجيك على distal end of the radius على lateral side، والaction مالتها يكون accessory flexor يعني عضلة مساعدة بالflexion مال elbow joint من يكون الارم بالmid bone position. هاي العضلة brachioradialis، شوفوا شلون نقدر نشوفها من هي صح انه تعتبر باللاترال كومبارتمنت، وجزء اللاترال كومبارتمنت قلنا عليه جزء من البوستيريور كومبارتمنت. بس هاي العضلة يا شباب نقدر نشوفها من قدام، نقدر نشوفها من الانتيريور فيو، يعني نقدر نشوفها كانما هي موجودة من ضمن العضلات الفلكسرز، بس هي لا تعتبر اكسنسر. فهي العضلة الوحيدة اللي من الاكسنسرات اللي نشوفها اللي قدام، يعني العضلة الوحيدة من البوستيريور كومبارتمنت اللي نشوفها من قدام. الاكسنسر كاربير ديالس لانجس، اكسنسر راح يسوي لك اكسنشن، كاربي تروح على الكاربال بون، رادياليس وين بالكاربال بون من جهة الرادياس يعني يعني جهة الثمب والاندكس والميدل فينجر. لانجس لان اكو وحدة اسمها بريفز. الاورجن مالته يكون ديستال بارت نفس البريكر ديالس، ديستال بارت اوف ذا لاترال سوبراكوندالر ريدج اوف ذا هيومرس اند ادجيسنت انترامسكولار سبتم. الانسيرشن شوف يقول لك دورسال سيرفيس of the dorsal surface of the base of metacarpal bone الثاني. خلينا نشوف الصورة، شوف شلون يا شباب هذا من هو الثمب، اذا هذا الرادياس وهاي جهة اللاترال سايد، فهي قاعد تطلع لك من السوبرا كوندالر ريدج، ماشي. وهم تاخذك من انترا مسكولار سبتم تروح لنا وين؟
البيس اوف ذا سكند، هذا الاول متكربل، هذا السكند متكربل، وهذا البيس مال السكند متكربل بون. فالاكشن مالته ايش راح يسوي؟ راح شويه يسوي لك ادكشن ابدكشن ابدكشن تودي لي برا، وهم ان اكستنشن بالالبو جوينت، عفوا بالريست جوينت. زين انسيرشن دورسال سيرفيس اوف ذا بيس اوف ذا سكند متكربل بون. نيرف سبلاي هم مثل البريكو ريديالس، هذه العضله يغذيها الريديال نيرف قبل لا ينقسم الى سوبرفيشال وديب. الاكشن فسوي لك اكستنشن وين بالريست جوينت اند ابدكتس ذا ريست ابدكتس. فهاي العضله صارت واضحه، فشوفوا هاي شباب البريكو ريديالس وجواها مباشرة اكو اكستنسر كاربر ديالس لانجس، تروحون على السكند متكاربل بون بيس اوف سكند متكاربل بون. هسه يا شباب عندنا النيرف اوف ذا لاترال كومبارتمنت اوف ذا فورام. منو عندنا باللاترال كومبارتمنت؟ عندنا بس الريدال نيرف. وداي خلينا نذكركم بالريدال نيرف شوية، نحكي لكم عنه يعني في استرجاع المعلومات. قلنا الريدال نيرف راح يطلع من البريكر بلكسس، ومرة ما طلع من البريكر بلكسس حيلقى نفسه بالانتيرير كومبارتمنت اوف ذا ارم، وبعد يعني عن طريق السبارال جروف حيروح للبوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ارم، ويا بالسبارال جروف حيطب البروفند ارتري اذا تذكروه. بالبوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ارم حينطي انرفيشن ترايسبس، من خلص الانرفيشن مال ترايسبس رجع ابر السبتم ورجع للانتيرير كومبارتمنت. من بالانتيرير كومبارتمنت راح ورا ما ابر السبتم صار بالانتيرير كومبارتمنت حيطب يعبر منطقة الالبو جوينت حتى لمود يوصل للفور ارم. فمن يعبر منطقة الالبو جوينت تحديدا قدام قدام شوف شلون قدام اللاترال ابيكوندايل، قدام هاي اللاترال ابيكوندايل، شوف هذا الراديال نيرف قدام اللاترال ابيكوندايل راح ينقسم الى ديب برانش وسوبرفيشال برانش. السوبرفيشال برانش راح نجي نحكي عليه بعدين، فعرفوا لي انه دا ينقسم من هنا وينزل يغذي لك سنسيشن بالهاند، بس بالهاند بس سنسيشن ما بيغير شغله. والديب برانش يا شباب عادي شي يسوي هذا الراديال نيرف، هذا الديب والسوبرفيشال طلع من هنا. الديب حيطب بالسوبرينيتر ووراها يقوم يغذي، ورا ما طلع من السوبرينيتر راح يصير اسمه بوسترين تروسس نيرف ماشي. وهذا البوسترين تروسس نيرف اللي هو اصله ديب برانش اوف ذا ريديال نيرف هيغذي لك المسلس اوف ذا بوستيرير فيشل كومبارتمنت. كل هن اكسبت منو يا شباب؟ اكسبت البريكر ديالس والاكسنسر كاربير ديالس لانجس ماشي. اذا من يغذيهن؟ يغذيهن الراديال نيرف نفسه، لا تنسوا هاي المعلومه. فهاي القصة مال الريدال نيرف. نجي نحكي نشوف الحكي مالته. الريدال نيرف بارسز the lateral intramuscular septum in the lower part of the arm، كنا حتى العمود يعبر من posterior the anterior compartment and passes forward into the cubital fossa، من يعني يوصل للcubital fossa. فعبر lateral intramuscular septum of the arm ماشي حتى العمود يصل، حتى العمود ينزل وين؟ على cubital fossa. بعد ما وصل الكيوبيتال فوسي then passes downward in front of the lateral epicondyle، قدام اللاترال epicondyle. يا شباب شوفوا هنا هاي اللاترال epicondyle قدام اللاترال epicondyle. شوف شو راح يقول لنا؟ lying between the brachialis on the medial side and brachioradialis and extensor carpioradialis longus on the lateral side. يقول لك انه هيصير بين من وبين من؟ بين البركيالس، هاي البركيالس يا شباب تكون ميديالي للراديال نيرف، وال البريكر ديالس وراها الاكسنسر كاربير ديالس لانجس تكون لاترالي بالنسبة للريديال نيرف. At the level of the lateral epicondyle قدام اللاترال epicondyle it divides into superficial and deep branches. شوف قال لك قدام اللاترال epicondyle راح ينقسم الى superficial branch وديب branch ماشي. هسه نجي نحكي على البرانشات مالته تفرعات. اول شغلة بي muscular branches اللي هو من هو الراديال نيرف الاصلي يا شباب. راديال نيرف تفرعات الراديال نيرف، اول واحد المسكولار برانشز المنديطي ينطلق البريكر ديالس والاكسنسر كاربر ديالس لانجس. شوف هاي المعلومه يا شباب بدكم تنتبهوا عليها، يقول لك سمال برانش تو ذا لاترال بارت اوف بريكيالس مسل. يا شباب البريكيالس وين موجوده؟ لا تتذكرون البريكيالس موجوده بالانتيرير compartment of the arm، وقلنا ال anterior compartment of the arm كلهن يغذيهن المسكولو كوتينوس نيرف اللي هن بايسبس بريكياي والكوراكو بريكياليس والبريكياليس. فيا شباب البريكياليس هي صح يغذيها المسكولو كوتينوس نيرف،
بس همين اللاترال بارت مالته تاخذ شويه انرفيشن من الراديال نيرف، فهمين عضله تتغذى بنيرفين. ماشي، هذا اول برانش يغذي لك بريكياليس اكستنسور كارب البريكيورديالس واكستنسور كاربرديالس تانجس واللاترال بارت اوف ذا بريكياليس. ارتكولار برانش الالبو جوينت، ليش يا بدي اسوي لك ارتكوليشن؟ لان هو دا يغذي منه، دا يغذي البريكيورديالس، والبريكيورديالس تتحرك لنا الالبو جوينت، فاي نيرف يغذي عضله، هاي العضله تحرك الجوينت، فهذا النيرف نفسه يغذي الجوينت. هاي المعلومه عرفناها. ديب برانش اوف ذا راديال نيرف، هو الراديال نيرف حينقسم ات ذا ليفل اوف ذا لاترال ابيكوندايل الى ديب برانش وسوبرفيشال برانش. فاول تفرع من الراديال نيرف قلنا المسكولار برانش، وراها قلنا ارتكولار برانش، وهسه عندنا ديب برانش اوف ذا راديال نيرف. This winds around the neck of the radius. داير ما يدور النك اوف ذا راديوس، راح يسوي ويندنج حتى على مود يروح لورا. Within the supinator muscle and enter the posterior compartment of the forearm. ايش راح يسوي؟ يعني بنص السوبينيتر مصل راح يطب بنصها حتى على مود يطب البوستيرير كومبارتمنت اوف ذا فورام. ليش يا شباب؟ لان هو الراديال نيرف يعني صار من قدام فاذا يمشي كمل مشيه فهم يطب بالانتيرير كومبارتمنت، والانتيرير كومبارتمنت ما شاء الله خش به نيرفات، عندنا الميدل نيرف من هنا وعندنا الالنر نيرف، فهاي العضلات قاعد تغذى اكثر شيء بالميدل نيرف. فالبوستيرير كومبارتمنت لازم يطب له الراديال نيرف. الريدال نيرف شو راح يسوي؟ الحين ديب برانش، هذا الديب برانش راح يسوي، هذا شوفوا هذا الديب برانش، هاي السوبرينيتر مصل، هذا الديب برانش راح يطب السوبرينيتر مصل ويسوي ويندينج حتى على مود يروح للبوستيرير كومبارتمنت ويغذي لنا المصلز مال البوستيرير كومبارتمنت. زين يا شباب، هسه عندنا السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف. السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف يا شباب انه هذا شوفوا ده يكمل ينزل على باللاترال، يكمل جوه البريكيالس، جوه البريكيورديالس مصل، وبعدين وراها يصير جوه التندن مال البريكيورديالس ويروح لنا يغذينا السنسيشن مال هاند. فهذا النيرف هو بيورلي كوتينوس نيرف، بس يغذي لك يعطيك سنسيشن لمنطقة الهاند. راح نيجي نعرف التفاصيل مالته من المرة ان شاء الله. زين هسه هذا اللي اقول لك انه هاي البريكر بلكسس طالع من البوستيرير كورد اوف ذا بريكر بلكسس، يطلع لك من هو الريدر نيرف، والريدر نيرف هنا بالانتيرير كومبارتمنت بالسبيرال جروف راح البوستيرير كومبارتمنت، وبعدين اوبر لاترال ترانسكور سبتم جاء على قدام اللاترال بيكوندايل، هينقسم الى سوبرفيشال وينقسم الى ديب. فهذا هذا الديب اللي هنا حيروح لنا وين؟ البوستيرير كومبارتمنت ويغذي لنا المسلز اوف ذا بوستيرير كومبارتمنت. ماشي، هذا الديب برانش مال ريدال نيرف يغذي لك المسلز اوف ذا بوستيرير فيشال كومبارتمنت. وشوفوا يا شباب هذا من هو هذا؟ هذا حيكون هاي طبعا هنقع نبوع من وراء الفور ارم، ذن بوع بوستيرير ليف، نشوف ريدال نيرف، وهذا السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف. ثاني ينقسم الى دورسال ديجيتال نيرفز. ماشي، يعني ذني هذا النيرف ينقسم الى نيرفات صغار، كل نيرف صغير معدين هيغذي لك منطقة معينة من الدورسم اسبكت اوف ذا هاند، راح نقراها بالتفاصيل من نوصل السوبرفيشال برانش. هسه راح نجي نحكي عليه السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف. السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف از ذا دايركت كونتينويشن اوف ذا نيرف افتر اتس مين ستيم هاز جيفن اوف ان ذا ديب برانش in front of the lateral condyle of the humerus. يعني شنو السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف؟ هو الدايركت كونتينويشن، التكمله مال ريدال نيرف بعد ما ريدال نيرف انطانا الديب برانش. ماشي، يعني يكمل ريدال نيرف من طد ديب برانش، ريدال نيرف من طد ديب برانش. شوف هاي الصوره اوضح، ريدال نيرف انطانا الديب برانش، فهو الدايركت كونتينويشن انه هو هيمتد اكثر، يصل لي جوا اكثر، فهو الدايركت كونتينويشن مال ريدال نيرف. It runs down under the cover of brachioradialis muscle on the lateral side of the on the lateral side of the artery. شوف شلون، يعني دي اقول لك انه هو هنا حيكون، هل اشوفكم هاي الصورة افضل، هذا superficial branch of the radial nerve حيكمل جوا من جوا البراكيورديالس، على البراكيورديالس ساحبيه حتى نشوفه، فمن اسحب البراكيورديالس حنشوف superficial branch of the radial nerve جواها بالضبط. وهم هنا شوفوا لنا هاي الصورة، هذا السوبرفيشال برانش مال اوف ذا سوبرفيشال اوف السوبرفيشال برانش اوف ذا راديال نيرف، وهنا الارتري اللي هو راديال ارتري حيكون ميديال للسوبرفيشال برانش اوف ذا راديال نيرف. يعني شنو عندك؟ عندك راديال ارتري
وعندك superficial branch of the radial nerve. فال radial artery يكون medially بالنسبة لل superficial branch of the radial nerve. ماشي. In the distal part of the forearm, بال distal part من الفورام, it leaves the artery. يعني هما مو كانوا يشون بالبداية سوا, لا بال distal part يعني الـ كل واحد حيقوم يمشي سوا. فال superficial branch of the radial nerve حيعوف ال radial artery and passes backward under the tendon of brachioradialis. شوف شلون يعني جوا هنا الدستال دارسال بارت, هذا السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف هيعوف الراديال ارتري ويمشي جوا التندن مال بريكو رادياليس. It reaches the posterior surface of the wrist where divided into terminal branches that supply the skin. شوف فور ما وصل البوستيريور سيرفيس اوف ذا ريست حينقسم لك الدورسال الترمينال برانشز, ذني الدورسال ديجيتال نيرفز اللي هي ترمينال برانشز مال سوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف, ذني يا شباب كل نيرف حيغذي لك منطقه صغيره من الدورسال اسبيكت اوف ذا هاند. فشوف شو يقول لك, شو حيغذي لنا, يقول لك سبلاي ذا سكين اون ذا لاترال 2/3 اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا هاند. وحده هاي اول نقطه, lateral 2/3 of the posterior surface of the hand. نجي نشوف هاي الصورة. فيا شباب هسه هاي منو هاي الهاند الدورسال, هاي الانتيريور اسبيكت مالتها او البلانتر اسبيكت, وهاي الدورسام اسبيكت او البوستيريور اسبيكت. فهاي قسموها الى 3/3, فهو يعني يعطيك بوستيريور اسبيكت يغذي لنا من عندها 2/3. ماشي 2/3 يعني شوية ممكن يجي لهنا, يلا صرت 2/3. ان المصادر كل واحد يرسم لك حد الشكل, فيعني هذا المصدر راسم لك اياها بالنص, فهو شويه اكثر. هسه عرفنا انه lateral 2/3 of the posterior surface of the hand and posterior surface of proximal phalanx of the lateral 3 and half fingers. شوفوا قال لك البروكسيمال, قال لك البروكسيمال phalanx, احنا هذا الاصبع, خلي اشوفكم الصوره هاي, يعني تجينا العظام بعد ماكو عظام. شوف مثلا هسه هاي الصورة من هنا دا يمشينا من هو الميتاكاربال بون, هذا البروكسيمال فالانكس وهذا الميدل فالانكس وهذا الديستال فالانكس. فهو يعني يقصد لك انه هو دا يغذي لك بس البروكسيمال فالانكس, ما دا يوصل اكثر, ما دا يمشي اكثر لقدام, لا حده بالبروكسيمال فالانكس. فشوف شلون البروكسيمال فالانكس بس, هذا الميدل فالانكس وهذا الديستال فالانكس ما له علاقه ريدال نيرف بهم. فيعطيك 3.5 يعني هذا همنا وياهم, اصبعين 3.5 هذا همنا وياهم حسب الكتاب ده يقول لك ايش مالتك, 3.5 من البروكسيمال فالانكس. ماشي 3.5 يا هنا 3.5 بجهه اللاترال سايد, يعني من الثامب والاندكس والميدل ونص الرينج فينجر. زين the area of the skin is skin supplied by the nerve on the dorsum of the hand is variable. يعني شنو يقصد لك بهالمعلومة؟ يقول لك يعني إذا تجيب شخصين ماشي وتقيس النيرفيشن مال ريدال نيرف على الدورسم اسبيكت مالتهم, فراح تلقى فرق بين واحد وواحد, فنسميها individual variation, يعني ماكو واحد يشبه واحد. يعني أنا إذا تجيبون إيدي وتجيبون إيدين أي واحد من عندكم وتقيسون تشوفون السنسيشن مال ريدال نيرف, فانا يجوز يطلع عندي اصبعين ونص من اللاترال سايد, الثاني يجوز يطلع عندي 3.5, فهي تختلف من واحد لواحد, بس هو قايل لك 3.5 من البوستيريور اسبكت. ماشي التصقوا بالمعلومة اللي يقولها الكتاب. هسه الفلكسر انكسنسر ريتيناكولا, يا شباب شنو هي الفلكسر انكسنسر ريتيناكولا؟ خلينا نشوفكم الصورة حتى على مود نكون على بينة حتى نعرف شنو نقطة. فالفلكسر ريتيناكولا او الفلكسر ريتيناكولوم, هاي يا شباب الفلكسر ريتيناكولوم انه هي عباره عن ثيكنينج اوف ذا كونكتيف تيشو, يعني هي عباره عن يعني شنو يعني فد فايبرس سبتة هنا انا موجوده بين عظم وبين عظم, شغلتها انه هي تسوي لك تنل, تسوي لك نفق جواها حتى يطبن التندن. ليش يا شباب؟ اذا صار ريفلكشن هنا عندك انت عضلات قاعد ترتبط بالفالنكس, فاذا ما كل الفلكسر ريتيناكولوم ذن التندنات حيصعدن لفوق يجن عليك, فيحقومن يطلعن من الفور ارم ويرتبطن بالفالنكس مباشرة, يعني ما راح يطبن بالريس جوينت حيطوفن. فهاي الفلكسر ريتيناكولوم يعني تثبت لك الشغلات اللي قاعد تطب جواها, اللي هو ما منهم اللونج فلكسرز وجواها همين الميدل نيرف.
flexor retinaculum, the flexor retinaculum is a thickening of the deep fascia that holds the long flexor tendons. يعني هي thickening بالdeep fascia يثبت لك ال long flexor tendons in position at the wrist. It stretches across the front of the wrist and convert the concave anterior surface of the hand into osteofacial tunnel. شنو يعني أقصد لك؟ أنه هي موجودة بال anterior surface عرفناها osteofacial tunnel. يعني osteo طلعت لك من عظم وراحتك العظم وفاشل أنه هي فاشية. فسوي لك نفق مكون من عظمين وبيناتهم الفاشية. بيناتهم الفكسر تناكلهم. نسميها the carpal tunnel. Carpal tunnel هاي إلها في the clinical points مهمة سأقول لكم عليها. For passage of the median nerve يطب من جواها and the flexor tendons of the thumb and fingers. خلينا نكمل الحكي وبعدين نروح على الصورة. يقول لك هسه الاتاشمنت مالتها it's attached medially to the busiform bone and hock of Hammett and laterally to the tubercle of the scaphoid and trapezium bone. يعني tubercle of scaphoid والtubercle مال trapezium bones ماشي. The attachment to the trapezium consists of superficial and deep parts. الترابيزيوم حتكون superficial. الترابيزيوم حتكون تنقسم إلى superficial و deep. ماشي. And form a synovial line tunnel for passage of the tendon of flexor carpi radialis. شنو يعني أقصد لك بهالمعلومة؟ أشوفك إياها بالcross section. فهذا من هو هالترابيزيوم يا شباب. هذا من هو هذا الحميت وهذا الهوك مال الحميت. ماشي. يقول لك ان هي بالدي تطلع لك من هنا من هوك اوف هاميت وتروح لنا على الترابيزيوم. بس بالترابيزيوم اكو بيها سوبرفيشال وديب. يابا ليش حتى على مود يسوي لك فد نفق صغير هذا النفق يطب الفكسر كاربي ريديالس تندن. ماشي. فيعني هاي فد معلومه قال لك اياها انه هن باي الجهه ينقسم الى سوبرفيشال وديب. يسوي لك سبليتس بالفكسر سناكلوم هذا السبب يطب الفكسر كاربي ريديالس تندن. زين. The upper border of the retinaculum corresponding to the distal transverse skin creases. تعرفون شنو transverse skin creases؟ يعني لو تطبعون على ايديكم راح تلقون بها هاي الخطوط. فيعني هي هاي الخطوط تسميها skin creases. هاي الخط اللي هيش الاوبليك الماي المقوس وهذا السؤال. فذني هن skin creases. فهو ال upper border ما تشبهه ماشي in front of the wrist and is continuous with the deep fascia of the forearm. انه هي تكمل لك ويا الديب فاشيا اوف ذا فورام. فهو نفق يكمل لك الشيء الشغلات اللي قبله يكون ممتد ويا الشغلات اللي بعده. The lower border is attached to the palmar aponeurosis. اللور border مالته يكون شنو يلتصق بالبالمر aponeurosis اللي هي الثيكنينج اللي موجود اللي هي شنو هي يعني هاي الجهه الشيء اللي موجود تحت الجلد بالبالمر aspect of the hand حتى العمود يسوي لك اياها ثخينه وتجي عليه العضلة اللي اسمها بالمارس لونجاس ترتبط به. فشوفوا يا شباب هالاتاشمنت مال الفكسر ريتناكلوم تطلع لك من البيزي فون بون ومن الهوك اوف هامنت تطلع لك من هاي من جهة الميديال سايد واللاترال سايد سكافايد تيبركول وترابيزيوم تيبركول. لا تنسون على الترابيزيوم حتكون سوبرفيشال وديب حتى لما يطب من جواها تاني. فهي بالضبط هيجي صايرة اوستيوفيشال تنل هاي الفاشيا وهاي الاوستيو مال البونز فيطب من جواها تندن تنل يعني نفق بالضبط. هاي الفكسر ريتناكلوم يطب من جواها ميديال نيرف. هاي انتبهوا لي يا شباب انه الميديال نيرف قبل لا يطب بالتنل راح يعطيك فد نيرف صغير اسمه بالمر كوتينوس نيرف اوف ذا هاند. ماشي احنا نجي نحكي عليه النوبلي قدام. فشوف شلون هاي الفكسر ريتناكلوم يطب من جوا تندنس والسوالف كلها وهاي الترابيزيوم موجوده هنا أنا واضحه وهذا هذا الفكسر ريتناكلوم. وهم انا اقول لك انه اكو دارما دور تندنس اكو سانافير شيف يحط بهن حتى على مود يمنع لك الاحتكاك اللي يصير بين تندن وبين الفاشيا هاي حتى على مود تندن يعني يكون بروتكتد اكثر لان هاي المنطقه كلش تكون تتحرك هوايه. هاي الصوره نرجع لها هسه. هاي الصوره هم انا هسه الاكسنسر ريتيناكولوم. The extensor retinaculum is thickening of the deep fascia that stretches across the back of the wrist and holds the long extensor tendon position. نفس الفكرة مال flexor retinaculum بس هاي موجودة وين؟ موجودة بالback of the wrist يعني بالposterior aspect of the wrist joint. ماشي؟ وتلزم لك long extensor tendons. It converts the groove on the posterior surface of the distal end of the radius and ulna into six separated tunnels.
for passage of the long extensor tendons. يعني يا شباب انه هاي الاتاتشمنت مالتها يعني حتكون بين ما بين بين الريدياس والالنا. فيقول لك انه يسوي لك 6 تنلز، 6 انفاق، هذا 1 2 3 4 5 6 شلون يعني تطلع لك من 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 عظم العظم وجواها يسوي لك تنل، من عظم العظم وجواها يسوي لك تنل. وظني كلنا هنعرف التفاصيل مالتنا قدام. Each tunnel, كل نفق is lined with synovial sheath. كل نفق بي synovial sheath. السينوفيال شيث شنو هو؟ هو عبارة عن شيث بي synovial fluid يكون داير ما يدور تندن حتى على مود يقلل لك، يسوي لك lumbrication يعني يقلل لك الاحتكاك الذي يصير بين تندن وبين الاكسنسر ريتناكولا موجودة فوقه. Which extend above and below the retinaculae. شوف شلون هذا synovial sheath، هذا التندنات وهذا synovial sheath المحاطة به، وهذا السينوفيال شيث يصعد لي قدام وجوا الريتيناكولم. The tunnels are separated from one another by fibrous septa that passes from the deep surface of the retinaculum to the bones. يعني شو اقول لك انه كل تنل يعني منفصل عن الثاني عن طريق الالتصاق مال الاكسسوار ريتيناكولم بالعظم. فهذا يعني منفصل عن هذا، هذا الكومبارتمنت منفصل عن هذا الكومبارتمنت عن طريق الالتصاق مال الاكسسوار ريتيناكولوم بالبون هنا. هيك الفكره. The retinaculum is attached medially to the busiform bone and hock of Hammett's and the lateral. شوف الميديالي المين البيزيفورم بون and hock of Hammett's. بيزيفورم هم من اللي يرتبط بيه من هو الفلكسور ريتيناكولوم، والهوك اوف هاميت هم من ترتبط بيه الفلكسور ريتيناكولوم. فالفكسر ريتيناكولوم والاكسسر ريتيناكولوم من جهه الميديال سايد اثنيناتهم يرتبطن بالبيزيفورم بون واثنيناتهم يرتبطن بالهوك اوف هاميت and the lateral to the distal end of the radius. Laterally وين حتروح؟ بالdistal end of radius، حترتبط لك بالradius. The upper and lower border of the retinaculum are continuous with the deep fascia of the forearm and hand respectively. شنو يقصد لك بهاي المعلومة؟ انه هو هاي التنل تكمل لك ويل هاند جوه وتكمل لك ويل فورام. فأي التهاب بالفورام ممكن يصل للهاند، وأي التهاب بالهاند ممكن يصعد يرجع للفورام. هاي النفق ما مسدود، لا مفتوح يكون. ايش يقصد لك بهاي المعلومة؟ فشوف يا شباب هاي الاكسسوار ريتيناكولوم وهاي السينوفيال شيث اللي موجودة داير مدور التندن، تصعد فوق التندن قبل التندن. الارتباط مالتها يكون بالبيزي فورم والهوك مالها مت ميديالي وعلى الديستال اند اوف ريدياس، ديستال اند اوف ريدياس لاترالي. هاي الصورة راح نجي نحكيها بالتفاصيل هسه. هسه ذا ريجن اوف ذا ريست، منطقة الريست. هسه الستركتشرز اون ذا انتيريور اسبكت اوف ذا ريست، الشغلات اللي موجودة بالانتيريور اسبكت. ذا فولوينج ستركتشرز باسنج سوبرفيشال تو فليكسر ريتيناكولوم from medial to lateral. يا شباب لازم نحفظهم بالترتيب، انه الشغلات اللي قاعد تطلع لك فوق الفلكسر ريتيناكولوم. شوف يا شباب هاي الفلكسر ريتيناكولوم ماشي، فالشغلات اللي قاعد تطلع لك انتيرير للفلكسر ريتيناكولوم، اول شغله عندنا فلكسر كاربي النارس من الميديال لاترال، فلكسر كاربي النارس تندن، وراها الالنر نيرف والارنر ارتري، وبعدين البالمر ابونيروسس وناكو نيرف صغير. خلينا نشوف هاي الصوره اللي حاط لكم اياها. هو شوفوا هنا عندك بالبداية قال لك الفلكسر كاربي النارس تندن، وين يروح هذا؟ على البيزي فامبون، ending on the busy fambon. هذا الفلكسر كاربي النارس زين، والألنر نيرف lies lateral to the busy fambon. هذا الألنر نيرف ماشي، هذا همين الألنر نيرف هنا بهالصورة مالكم زين. وراها شنو عندنا؟ عندنا الالنر ارتري بصفه، والبالمار كوتينوس نيرف اللي هو برانش مال الالنر نيرف، والبالمارس لونجس تندن اذا موجود طبعا، والبالمار كوتينوس برانش اوف ميدل نيرف. شوفوا النهاية الصورة، بالبداية عندنا الفلكسر كاربي النارس اللي هي مو موجودة بهالصورة، وبعدين عندنا الشغلات اللي فوق الفلكسر تناكلهم الالنر نيرف والالنر ارتري والبرانش مال الالنر نيرف اللي هو من هو؟ اللي هو بالمار كوتينوس نيرف of the palmar cutaneous nerve of the اللي هو branch مال ulna اللي هو شوفوا هذا شباب، هذا ال ulnar nerve وهذا ال palmar cutaneous nerve، هذا ال palmar branch مال ulnar nerve ماشي. بعدين تجيك ال palmar aponeurosis، ورا ال palmar aponeurosis تجيك من هو؟ ال palmar cutaneous branch of middle nerve اللي هو هذا، هذا ال palmar cutaneous branch of middle nerve اللي هو يطلع لنا مباشرة من middle nerve قبل لا يطب الفلكسر ريتيناكولم زين. هسه هاي الصورة، كنا الفكسر كاربي النارس
الألنر نيرف، ألنر أرتري، وهنا عندنا البالمر كوتينوس برانش أوف ألنر نيرف، وهنا عندنا من هو بالمر أبونيروسيس، وهنا عندنا البالمر كوتينوس برانش مال ميديال نيرف، هنا بهاي المنطقة. هسه the following structure pass beneath the flexor sacrum from medial to lateral، يعني الشغلات اللي قاعد تطب جوا الفلكسر سناكلون من الميديال لللاترال. فهو شر عندنا سوبرفيشال فلكسر ديجيتورم سوبرفيشالس 4، وجوا فلكسر ديجيتورم سوبر برافندس، وكلهن محاطة بسنافير شيث واحد. بعدين الميديال نيرف وراها، بعدين منو عندنا الفلكسر بوليسيس لانجاس تندن، واللي هي تكون محاطة بشنو؟ محاطة بسنافير شيث خاص بها. بعدين بهاي السبلت اللي موجودة بالفلكسر سناكلون عندنا الفلكسر كاربي رادياليس، يمشي بها الفلكسر كاربي رادياليس، هم يكون محاط بسنافير شيث خاص به. فالفكسر فكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس and posterior to these the tendons of flexor digitorum profundus. Both group of that of tendons share common synovial sheath، مثل ما شفتكم يا صور يا شباب، انه كلهم عندهم synovial sheath خاص synovial sheath واحد خاص بهم، بس واحد، مو كل تندن محاط بسنافير شيث، لا كلهن محاطين بسنافير شيث واحد. اوكي بعدين ميدل نيرف، شوف الميدل نيرف هذا ميدل نيرف. بعدين فلكسر بوليسيس لانجس، هذا فلكسر بوليسيس لانجس، شوفوا هذا انا يكون محاط بسنافير شيث خاص بي. الفلكسر كاربي رادياليس تندن جوينج ثرو ذا سبليتس اند ذا فلكسر سناكلوم، اللي هي هذا السبليت مال فلكسر سناكلوم، شوفوا شلون يطب بنصها ويكون محاط بسنافير شيث. شوف شلون هاي فيكسر ديشتورم سوبرفيشالس وهاي فيكسر ديشتورم بروفندس، كل المحاطات بسنافير شيث واحد. بعدين ميدل نيرف، بعدين فلكسر بولسيس لانجس محاط بسنافير شيث خاص بي، وهنا بهذا السبلت مال فيكسر سناكلوم عندنا فيكسر كاربير ديالس. هسه structures on the posterior aspect of the wrist، يعني على posterior aspect. The following structures pass superficial to flexor sacrum from medial to lateral. خلينا نشوف الصورة هاي. فبالبداية عندنا dorsal branch of ulnar nerve. ulnar nerve يا شباب يغذي لك، يعني احنا مش عندنا بالانتيرير اسبكت اللي هو البالمر كوتينوس برانش، احنا عندنا هنا dorsal branch، شوفوا هذا dorsal branch. بعدين بداية الباسيليك فين، بعدين بداية السيفاليك فين، بعدين superficial branch of radial nerve. لو تذكروا انه radial nerve منقسم الى deep و superficial، هذا السوبرفيشال مو قلنا انه حينقسم الى نيرفات صغار تغذينا السنسيشن مال هاي المنطقه والبروكسيمال فالانكس، فهو هذا دي يمشي لك هنا. فبالبدايه عندك الدارسال او البوستيركتونس برانش اوف الان نيرف وباسيليك وسيفاليك فينز السوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف. هسه ذا فالونج ستراكشرز باسنج بنيث ذا اكستنسور سناكلوم فروم ميديا تو لاترال، جوا الاكستنسور سناكلوم يا شباب من الميديال لللاترال، راح اشيلك اياها من الميديال لللاترال، لان يعني بدي لك من الكومبارتمنت رقم 6 للكومبارتمنت رقم 5. فيقول لك انه اكسنسر كاربي النار ستندن which grooves the posterior aspect of the head of ulna. هاي يا شباب هاي الاكسنسر كاربي ديالس، انه يسوي لك جروف بالبوستيرير اسبكت اوف ذا ulna. هاي من الميديال، اول واحد من الميديال، او رقم 6 من اللاترال. اذا تعد هيجي من الميديال لللاترال فاول واحد، اذا تعد من اللاترال للميديال فهو سادس واحد. بعدين عندك الاكسنسر ديجيتي مينيمي سيتويتد بوستيرير تو ذا ديستال راديو ulnar joint. شنو يقصد لك؟ انه هذا الاكسنسر ديجيتي مينيمي اللي هو دي يروح على الاصبع الصغيره، يسوي لك بي اكستنشن حتى لو تعطيك بي حك ينطيك بي حركه اضافيه مثل ما حكينا بالمحاضرات مالتنا، انه هون يكون عند البوستيرير اسبكت اوف ديستال راديو ulnar joint. هذا الالنا وهذا الراديوس، هاي يكون جوينت بيناتهم نسميه ديستال راديو ulnar joint. ليش ديستال؟ لان عندنا بروكسيمال راديو ulnar joint هم من الالبو joint. فهذا اكسنسر ديجيتي مينيم يا شباب راح يكون بوستيرير لهذا الجوينت. اكسنسر ديجيتورم واكسنسر انديسيس تندنس شير ا كومن سينافير شيث اند ار سيتويتد اون ذا لاترال بارت اوف ذا بوستيرير سيرفيس اوف ريديس. يعني هاي شباب شوفوها انه اكسنسر ديجيتورم واكسنسر انديسيس، لان كلهن محاطين بسينافير شيث خاص وحده، عشان سينافير شيث وحده خاصه بيهم، وتكون على الدورسال اسبكت او البوستيرير اسبكت اوف ذا ديستال راديوس. عندك الاكسنسر بوليسيس لانجس تندن، شوف هذا الاكسنسر بوليسيس لانجس تندن ماشي، يقول لك انه هو ويند اراوند ذا ميديال سايد اوف ذا دورسال تيبركل اوف ذا راديوس، يعني هو موجود على الميديال سايد بالدورسال تيبركل. شوف هذا الاكسنسر بوليسيس لانجس وبي سنابل شيث. بعدين يقول لك انه عندك اكسنسر كاربي راديالس لانجس and brevis tendons. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis tendons. Shear a common synovial sheath
and are situated on the lateral parts of the posterior surface of radius. يعني اللي يقصد لك بيها انه هذا الاكسنسر كابر ديالس بريفيس والاكسنسر كابر ديالس لانجس، هاي البريفيس وهاي اللانجس، انه هو يكون شنو انه فن كمان سنافير شيث، انه هن تكون اثنيناتهم بهن سنافير شيث خاص وحده. هذا الرسم يعني غير مصدر قال لك انه كل واحد بيه سنافير شيث، فهذا يعني هن اعتبروه ان اثنيناتهم بهن سنافير شيث خاص، سنافير شيث في واحد مو اثنين مثل هاي. ماشي، اخر شيء عندنا الابدكتر بولسيس لانجس ان اكسنسر بولسيس بريفيس تندنس. هاي ابدكتر بولسيس لانجس والاكسنسر بولسيس بريفيس، هاي التندن عن ذني، يعني ذني بهن سنافير شيث واحد أو separated، يعني اثنين سنافير شيث اثنين، يعني كل تندون بي سنافير شيث مثل ما قايل لك بالمحاضرة مالتك، اللي هو يقول have separated سنافير شيث but share a common compartment. شنو يعني؟ يعني يقول لك انه ذن اثنيناتن عندن كل واحد بيهن عنده سنافير شيث، بس اثنيناتن بكومبارتمنت وحده، اثنيناتن بتنل واحد. beneath the extensor retinaculum fibrous septus to the underlying radius and ulna and form six compartments that contain the tendons of the extensor muscles. Each compartment is provided with the synovial sheath which extend above and below the retinaculum. يعني synovial sheath موجود فوق الريتيناكيوم وجواها وقبلها همنا. The radial artery reaches the back of the hand bypassing between the lateral collateral ligaments of the wrist and the tendons of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. هاي الابدكتر extensor pollicis brevis والابدكتر pollicis longus. شوف شلون هذا radial artery، هذا radial artery دي يمشي لك between the lateral collateral ligaments and tendons of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. هسه البونز اوف ذا هاند يا شباب، يعني عندك يقصدك الكاربل بونز. فيا شباب هنا الكاربل بونز ثمان عظام 8 بونز، انه تقسم الى 2 روز. ماشي، كل رو باربع عظام، البروكسيمال رو والديستال رو. فنشوف الصوره، هذا البروكسيمال رو يا شباب وهذا الديستال رو يا شباب. البروكسيمال رو بي سكافويد، ماشي، هذا سكافويد وبي ليونيت، ماشي، وبي ترايكوترم، وفوق الترايكوترم عندنا البيزي فون بون. هاي البيزي فون شوف شلون طلع، والسكافويد هاي. الديستال رو يا شباب عندنا اول وحدة ترابيزيوم، ثاني وحدة ترابيزويد، ثالث وحدة الكابيتيت، رابع وحدة الهاميت. هاي الهاميت وهذا الهوك مال الهاميت يا شباب، هاي لازم تحفظوها كل زين، لان مرات يجيب لك سؤال مثل يقول لك اليونيتس منو على اللاترال سايد مالته، منو على الميديال سايد مالته، منو فوقها، هيجي ممكن يجيب لكم اسئله. فلازم يعني هاي العظام تحفظوها زين وراح تبقى وياكم طول العمر ترى، يعني اذا لازم تحفظوها من هسه حتى لما تخلصون من عندها، لان اذا ما حفظتوها هسه راح تسالون بها لقدام هوايه وتتفشلون. فحفظوها من هسه واخلصوا منهم، لان ينسن، فحفظوها بطريقه ذكيه. The proximal row consists of from lateral to medial scaphoid, unate, triquetral and busiform bone. Distal row consists of من lateral to medial trapezium, trapezoid, cavitate and hamates. Together the bones of carbos presents on their anterior surface a concavity, يعني شو تكون مقعرة، ماشي، to the lateral and medial edges of which is attached a strong membranous band called the flexor retinaculum. The flexor retinaculum موجود بين lateral وال medial ends مالتها. In this manner an osteofacial tunnel اللي هي التنل اللي شفناها the carpal tunnel is formed from the passage for the passage of the medial nerve and the flexor tendons of the fingers. The bones of the hand are cartilaginous at birth. شو هاي المعلومة شباب مهمة، cartilaginous at birth يعني شنو؟ هذا يعني عبارة عن كارتج من يجي الطفل أو لما الطفل يجي للدنيا تيجي تاخذ له اكس راي، ما تلقى العظام مال كاربال بونز، تلقاهن فراغ. ليش؟ لأن cartilaginous تكون عبارة عن كارتج. The capitate begin to ossify. capitate يبدأ يصير ossify، شنو يعني؟ يتعظم، يصير بيعظم during the first year، بأول سنة capitate. ماشي، and other bone begin to ossify at the intervals therefore until the
لحد السنة 12 يا شباب الله يكملن، حد السنة 12 الله يكملن. أول عظم يبدي لك الأوسيفاينج ماته، يعني أول عظم يبدي يصير يتعظم، يصير عظم حقيقي مو كارتليج، هو الكابيتيت، ويكملن لحد ال 12 سنة. 12 سنة الله يكملن كل العظام. When all the bones are ossified. ماشي يا شباب، بس أريد أسألكم سؤال. يعني هسه احنا هاي الكاربال تنل، هاي الفكسر شناكلهم، هاي جوال كاربال تنل. يعني مرات انه واحد ياخذ جروث هرمون، او واحد يعني ممكن يصير عنده ثيكنينج بالفيشي، هاي بحيث هاي التنل يكون كلش ضيق. ومثل ما تعرفون احنا عندنا الميديال نيرف موجود بالتنل، فيصير كومبريشن على الميديال نيرف. تعرفون ان الميديال نيرف يغذي لك الاصابع، سنسيشن من الاصابع، هنجي ناخذها بالمحاضره الجايه ان شاء الله. فشباب من يصير كومبريشن على الميديال نيرف يصير سيندروم اسمها كاربال تنل سيندروم. هاي الكاربال تنل سيندروم يقول لك انه صار تضيق بالكاربال تنل، هاي انضغط على الميديال نيرف، فالاصابع اطراف الاصابع بعد يصير بيها نمبنس، يصير بيها خدر، لان هو النيرف ده يغذي لك اطراف الاصابع هاي. ماشي، بس اسالكم سؤال. سؤالي هو انه ليش هاي المنطقة، هاي المنطقة يغذيها من الميديال نيرف، هاي المنطقة اللي هي البالمر اسبكت يغذيها سنسيشن مالت الميديال نيرف، ليش هاي المنطقة ما يصير بها خطر بالرغم من انه الميديال نيرف صار عليه كومبريشن؟ وقف الفيديو وفكر، اذا ما عرفتها هجاوبك يا هسه. لان الميديال نيرف يا شباب ينطي لك برانش صغير، هذا البرانش اسمه بالمر كوتينوس برانش، قبل لا يطب التنل. ماشي، فحتى اذا صار كومبريشن على الميدل نيرف جوا، فهذا النيرف ما حيتاثر ويغذي لك هاي المنطقه. فهاي يا شباب كلينيكال بوينت مهمه همينا تمر عليكم ان شاء الله بالسنوات اللي جايه، يعني خلوها ببالكم من هسه حتى نموت من تتكرر عليكم تعرفوها. اتمنى تكونوا استفادتوا من هاي المحاضره، وان شاء الله ما قصرت وياكم. والمحاضرات الجايه ان شاء الله حنزلها بالايام الجايه، كل يوم حنزل محاضره ان شاء الله، و بالتوفيق إن شاء الله شباب أبطال والله.